السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نصدر من الاوتوكاد لنفس وركس، ممكن تكون عايز تصدر حاجة 2D او 3D، مفيش مشكلة. يعني ممكن تكون انت عايز تصدر الموقع العام مثلا، فبتكتب له NWC out وتدوس انتر، فهو بيجهز لك الملف ان هو يصدر على امتداد ال NWC، وتقدر من خلاله ان انت تشتغل فيه في نفس وركس. ممكن تدخل نفس وركس حاجة 2D عشان تعملها حصر عشان تكمل المشهد اللي معاك. يعني ممكن يكون كل حاجة انت عاملها على الاركيكاد او الريفت او اي برنامج من البرامج، بس انت محتاج لوحة الاوتوكاد بتاعت الموقع العام او بتاعت حاجة ما تعملهاش موديلنج، فتقدر تدخلها ببساطة جدا، تصدرها NWC.